أحسن الله إليكم. يقول: أسافر أحيانا من المدينة بعد صلاة المغرب قاصدا مكة، وأؤخر صلاة العشاء حتى أصل إلى سكني في مكة بغية الأجر والمثوبة في تأخير الصلاة، فهل أقصر الصلاة أم أقوم بإتمامها؟ إذا وصلت إلى البلد الذي تقيم فيه انتهى السبب، عليك أن تكمل الصلاة، تصليها تام ولا تقصر. القصر ينتهي بمجرد دخولك في البلد الذي تريد الإقامة والسكن فيه. نعم.